أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الغش بكل أنواعه محرم شرعا، كما أنه جريمة في حق الوطن، مشيرا إلى أن إثم وجريمة الغش يستوي فيها كل من قام بالغش ومن سهله له أو تستر عليها. جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها الوزير من أحد المساجد الجديدة التي تم افتتاحها بمدينة كرداسة بحضور محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي. الله أكبر الله أكبر. رمضان شهر المراقبة الذاتية وصناعة الضمير الحي، والغش يتنافى مع حقيقة الصيام وحسن المراقبة لله فيه. أبرز ما جاء عن لسان وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمدينة كرداسة محافظة الجيزة بعد افتتاح مسجد جديد بها. الغش يهدم الأشخاص ويهدم المجتمعات ويهدم الدول، ومن يقوم بالغش كمن يبني بناية على غير أساس ثم صاعان ما تنهار على رؤوس من فيها. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، الغش لا يبني أمم، الغش جريمة في حق الدين. الإشادة بما وصل إليه حال الأمن والأمان في ربوع الوطن كافة بفضل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية هو ما جعل الجميع يقفون اليوم بكل طمأنينة في قلب منطقة كرداسة ويشهدون الإنجازات في مختلف الجوانب التي ترقى بالوطن. هناك خدمات مستمرة في كافة المديريات الخدمية اللي بتؤدى لقرى كرداسة بالكامل ومركز مدينة كرداسة، وأهل كرداسة طبعا متعاونين مع المركز والمدينة ومع المحافظة والأجهزة الأمنية بلا شك على مدار الساعة ومدار اليوم في كافة القطاعات. وأخيرا قبيل أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية، تأتي افتتاحات المساجد الجديدة بمحافظة الجيزة وغيرها من المحافظات كبرهان على إنجازات تمت خلال الولاية الأولى والتي حققت الرقي والازدهار في إعمار بيوت الله في الأرض. من مدينة كرداسة، وليد هيكل للتلفزيون المصري.